أرضية كاب جونيس لتعزيز قابلية التشغيل والمقاولاتية وتنشيط التفاعل مع المجتمع المدني هي ضمن البرنامج الذي أطلقته الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ 2014 في إطار تدعيم السياسة الوطنية لرعاية وترقية الشباب. البرنامج شمل 4 ولايات نموذجية: وهران، عنابة، خنشلة وبشار. C'est un programme qui concerne les jeunes, la tranche d'âge de jeunes de 16 à 30 ans, et aussi pratiquement avec une dérogation jusqu'à 35 ans pour les jeunes bénéficiaires de certains dispositifs de l'État qui aillent jusqu'à 35 ans. C'est un programme intersectoriel, c'est-à-dire qui concerne 13 ministères, en plus du CNES. مشروع قارئ للمكفوفين واحد من 95 مشروعاً جمعوياً استفاد من برنامج دعم الشباب والتشغيل في إطار تشجيع ومرافقة حاملي المشاريع والأفكار الجديدة. الهدف الأساسي تاع الجمعية هو الإدماج المهني للمكفوفين. كان عندنا إشكال كبير بالنسبة للمكفوفين في التوظيف. باش دعمت بالمشروع تاعها باش نخلقوا فرص عمل جديدة للمكفوفين بمشاريع مصغرة، وذلك من خلال تكوينات وغير ذلك. احنا كونا 16 شاب في إسعافات الأولية، سياق الدراجة، ميكانيك الدراجة، تسليم المؤسسة، وفرنا لهم يعني المؤطرين يعني الأكفاء ليكون المشروع تاعهم ناجح إن شاء الله. بحصيلة إيجابية بإجماع الخبراء، اختتم برنامج دعم الشباب والتشغيل أعماله الأولية في انتظار تعميم التجربة على باقي ولايات الوطن.